أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فسبح باسم ربك العظيم. Voy a leer una oración tomada del Nuevo Testamento y diciendo la nueva alianza. Nueva y eterna alianza. Y en una de las cartas que contienen estos 27 libritos dedicados a los hebreos, dice: llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley para rescatar a todos que estaban bajo la ley. Y este Hijo de Dios, Dios emanado, Dios encarnado en el seno de María Santísima, pues él acostumbraba mucho